أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، عليكم السلام، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله. هاي زنة في السماء، زنة اللي في السماء. يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما، وثواكل وثواكل في النوح تسعد مثلها، رأيت ذا ثكل يكون سعيدا، ناحت فلم أر مثلهن نوائحا، إذ ليس مثل فقيدهن فقيدا، لا العيس تحكيها إذا حنت ولا الورقاء تحسن عند التغريدا، وإن تدع أعطت كل قلب حسرة أو تبكي صدعت الجبال ميدا، عبراتها تحيي الثرى لو لم تكن زفراتها، تدع الرياض همودا، تنادي أني بقيت محيرة وصفج بليدين، لا عباس يبرالي ولا حسين، خويا يضربوني من ابكي وتدمع العين، هيين وتبقى عبرتي بصدري بصدري تكسر، تقولن شلون امشي وضيعني زماني، هاني مضيعة ولد ومعبرة ثاني، يا ريت السيف صك وجهي وعماني وعماني، ولا شوفن هالمصايب كيف كيف تسدر. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولكن الحكم لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما أي منقلب ينقلبون، ولا عدوان إلا على الظالمين.
والعاقبة للمتقين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم محمد. وارحمنا بمحمد وآل محمد. عنوان حديثي هذه الليلة أيها الأحبة هو فلسفة التربية القرآنية. أحاول أن أتناول هذا العنوان في محورين: أولا، ما هو المقصود بفلسفة التربية وما هي الآراء فيها؟ والأمر الثاني، وقفة مع فلسفة التربية القرآنية. طبعا فلسفة الشيء غالبا مقصود منها حكمته وأبعاد خافية أو غير واضحة في ذلك الشيء. خليني أعطيك مثل، يعني الصلاة، أحيانا نبحث عن فلسفة الصلاة، ما هي فلسفة الصلاة؟ الصلاة خب هي هذه الأفعال، هذه الأقوال، مجموعة أفعال وأقوال بشروط خاصة، بأجزاء معينة وما إلى ذلك. زين، تحليلها هذه الصلاة مثلا، حكمتها ما هو؟ مثلا قد البعض يقول حكمة الصلاة هي أنها حالة من العروج إلى الله. الصلاة معراج المؤمن، الصلاة معراج المؤمن يعني ما وراء الصلاة، الصلاة هي هذه الأفعال. أما معراج المؤمن يعني ما تحدثه الصلاة، ما وراء الصلاة، ما تحققه الصلاة. يعني إذا أردنا أن نحلل الصلاة نحللها بهذا التحليل، إذا أردنا أن نبحث عن حكمة، وهذا ما يعبر عنه بالفلسفة، فلسفة الشيء. كل شيء مثلا قد نلتمس له فلسفة أو حكمة أو تحليلا أو ما إلى ذلك. مثلا شنو فلسفة رمي الجمار؟ رمي الجمار كفعل وكواجب، نجي يوم العاشر من ذي الحجة يعني يوم العيد ونرمي 7 حصيات على هذا النصب، على هذه الأسطوانة الحجرية. زين، ما يجوز لا تزيد واحدة ولا تنقص واحدة عمدا، يعني لا ما يصير 6، ما يصير 7، بشروط معينة وما إلى ذلك. طبعا هذا كفعل يوم 11 مثلا نرمي 3 له الأصغر والأوسط والأكبر كل واحد بسب، ما يصير بعد يعني تشوش الترتيب، تخربط الترتيب، ما يصير. هذا الفعل لو لم يكن فعلا شرعيا إن كان نقول هذا جنون، وإلا شنو معنات أنه 2,000,000 شخص يجون وكلهم يرمون 2,000,000 أو أكثر الحجيج، كلهم كل واحد عنده 7 حصيات يرميها واحدة تلو الأخرى ويمضي. يعني أقول لو لم يكن هذا تشريع من الله تبارك وتعالى لكنا نصفه بالجنون، لكن لما كان من عند الله تبارك وتعالى أصبحنا نبحث عن فلسفة له، عن حكمة له، لأن الله حكيم، وحاشا للحكيم أن يصدر منه شيء
غير حكيم أو غير حكيم. فمثلا لما نفلسف نقول بأنه رمي الجمار هذا في الحقيقة نوع من التوجيه، توجيه الحقد الموجود، لأن الإنسان فيه حقد، فيه حب وفيه بغض، فيه عشق وفيه حقد. الله سبحانه وتعالى يريد أن يوجه الحب توجيها صحيحا ويقول مثلا والذين آمنوا أشد حبا لله، مش توجيه هذا لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، هذا توجيه للحب. البغض أيضا إن الشيطان لكم عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، يوجه هذا البغض وهذا الحقد نحو مركز خاص، يقول خو أنت عادي الشيطان وكل شيء يرتبط بالشيطان. زين، هذا التعبير عن هذا البغض وعن هذا بهذه الحركة الرمزية، فلسفته أنه لما أمر الله تبارك وتعالى إبراهيم أن يذبح ولده وأراد إبراهيم أن يمتثل، تمثل له الشيطان، قال له أيها الشيخ الكبير أنت بعد هذه المدة الطويلة رزقت بهذا الولد والآن تريد أن تذبحه، ما هذه القسوة، ما هذه السفاهة؟ شيطان فرجمه بأحجاره، ثم مشى وتمثل له الشيطان مرة أخرى فرجمه بأحجار وثالثة وهكذا. فإذا هذا نحو من بيان إبراز هذه الحالة من العداوة لهذا الشيطان الذي وسوس للإنسان ويريد أن يمنعه من امتثال أمر الله تبارك وتعالى، فديناه بذبح عظيم. فإذا كل شيء له فلسفة. الآن مثلا العلوم كلها، مثلا فلسفة النحو، نحو ليش الفاعل مرفوع؟ والآن أخذنا احنا من العرب كقضية سماعية أن الفاعل مرفوع، يجوا يفلسفونها ليش الفاعل مرفوع، يعني ما هي الحكمة من رفع الفاعل؟ فقعدون يقولون على قولة بعض يعني المتحدثين أنه أوهى من علة نحوية، الفاعل مرفوع لأن الفاعل هو الذي صدر منه الفعل، لاحظ صدر منه الفعل فلا بد أن يكون مرفوعا، ذاك وقع عليه الفعل المفعول لا بد أن، يعني هي في الحقيقة تخريجات معينة. إجمالا هناك فلسفات للأشياء لها دليلها لها برهانها، وهناك فلسفات ذوقية، فلسفات مثلا استحسانية وما إلى ذلك. زين، التربية البارحة احنا تحدثنا عن التربية بشكل مفصل، أيضا لها فلسفة. فلسفة التربية المقصود منها شنو؟ المقصود من فلسفة التربية طبيعة هذا الإنسان، يعني احنا نريد نتعامل ويا هذا الإنسان، نريد أن نربيه. زين، إذا أردنا تربية الإنسان فلا بد أن نعرف طبيعته، لا بد أن نعرف حقيقته، لا بد أن نعرف مما يتركب. ليش؟ حتى نعرف نخلي له برنامج، لأنه إذا عرفنا حقيقة هذا الكائن أمكن لنا أن نضع له برنامج. زين، خلني أقرب لك المثل أو القضية بمثل. يعني الآن إحنا نعرف الذئب أنه وحش كاسر، فلذلك ما أجيب أخلي في البيت، هذا طبيعي جدا، أنه لأنه سوف يبقر بطني ويبقر بطون أولادي ويفتك بنا جميعا. وأعرف طبيعة الحية أيضا، ما لكن الحمامة، لاحظ الحمامة أو الأرنب أو بقية الحيوانات الأهلية الأليفة. زين، الإنسان ما هي طبيعته؟ هذا أهم شيء تدرسه فلسفة التربية. زين، بعض الفلسفات تقول الإنسان طبيعته شريرة، هو خلق شريرا،
إنزين. الآن أفرض إذا هاي الآن فلسفة نوع من التحليل، إذا كان شريرا إذن يحتاج إلى منهج وبرنامج يتناسب ويا شرانية الأولى، يحتاج إلى سجون، يحتاج إلى تعذيب، يحتاج إلى قتل، يحتاج إلى تنكيل، يحتاج يحتاج يحتاج, يحتاج. هذا أمر طبيعي. طبعا هي يعني فلسفة التربية تعتمد على مشاهدات، تعتمد على بعض التجارب. يعني مثلا الحين خلني أعطيك أنا مثل، إحنا الآن يوميا وش نشوف واقعا يوميا؟ شنو نرى غير الدماء، غير القتل، غير التفجيرات، غير التفخيخ يوميا؟ إذا مو في العراق، ها الحين كم من يوم في العراق؟ أول أمس راحوا فجروا لهم مسجد مال سنة، وأمس بدأت ردود الفعل، وهني بعد هذا النظام الفاشل نفس الشيء. يعني راح سوى لي ذيك اليوم تفجير في الرفاع على أساس يعني تبدأ مسرحية جديدة وفتنة وما إلى ذلك. زين، لكن الله فضحهم، يعني حتى أصحابهم حتى الموالات شوية قاموا يشككون شوية. يعني إذا واقعا أرادوا أن يخرجوا من حالة العبودية الذهنية والعقلية والفكرية، جيد. فشنو تشوف أنت؟ يعني الإنسان هذا مجرم، الملائكة قالت غير أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. يفسد يعني دائم الفساد، هذا فعل مضارع، ويسفك الدماء دائما يسفك الدماء. ورب العالمين ما اعترض عليهم، قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ما قال لهم كلامكم غلط، قال أن يعلموا ولا تعلموا، لكن ما مكذب كلامه، كلامكم مضبوط، يعني كأنه يقول لهم كلامكم صح، لكن أنا عندي علم لا تعلمونه أنتم. زين، تعال شوف الجريمة. ها يعني أنت الآن افتح أي ملف من ملفات الجريمة ستجد فضائع يعني يندى لها الجبين، جرائم، اتلاف المواد الغذائية، ها اللي الآن ناس يومية تموت من الجوع أصلا ما تتحمل. أنت تشوف هاي بعض الصور اللي يخلونها الأطفال، هذا رأسها القط صاير وما في إلا جلد على عظم ومنبطح وأمه تحارسه يموت، يعني مو أكثر من ذلك. زين، هاي جرائم المجاعة. زين، كما قلت البارحة جرائم تلويث البيئة، جرائم المخلفات النووية، جرائم الجرائم الأخلاقية، جرائم الشرف، جرائم الأعراض، دول المافيات الذين يتاجرون بالبشر، يجيبون البنات من أي دولة تقع فيها أزمة وحرب. هذه العصابات جاهزة جاهزة، يعني قاعدة تتصيد في الماء العكر، وكلها مدعومة من حكام وأمراء وزعماء وقواد وما إلى ذلك. زين، جرائم القتل، جرائم الجرائم الصحية، تتصور حتى الجرائم الصحية اللي منظمة الصحة العالمية مشتركة أيضا فيها. شوف مرة يحدثون لك قضية انفلونزا الخنازير وما أدري شنو، بيعون مصل بديك المليارات وكله على كذب وخرطي، يعني ما في شيء. الآن هذا شنو اسمه، سادونا ما أدري شو آخر واحد اللي مثل السارس، شنو اسمه نسيت اسمه، كورونا، هذا مثل السارس غير قاله هو. يعني أنا قاعد أفكر أقول وش معنى بس في المنطقة الشرقية، السعودية هذه كلها مترامية، ما صار لها في المنطقة الشرقية وبالضبط، يعني في الإحساء وفي القطيف، ما تدري كيف يعني يسربون المرض وينشرونه إجمالا. يعني هاي الحالة من الجرائم، جرائم لما انت تقف على وثائقها يعني يندى جبينك. ها
إجمالا. فأكو نظرية وفلسفة واقعا أنت ما تقدر تقول بأنها غلط. لاحظ. نعم الآن أنا سأوضح بعد ذلك أنه أنا لما أعتمد على الفلسفة القرآنية نظرتي تختلف، لكن ابتداء لما هؤلاء يجون يقول لك بأن الإنسان شرير، هذا واقع البشرية. لاحظ واقع البشرية هذا. جيد، يعني الآن أنا ما أتكلم عن مجموعة مؤمنين وصالحين وهذه وقليل من عبادية الشكور، لكن الأكثر وما أكثرهم كافرين، أكثرهم كذا أكثرهم. زين، هاي النظرة أن الإنسان شرير ولذلك لابد أن يتعامل معه بطريقة قاسية. أنت مثل ما تتعامل إياه الذئب، يعني تتعامل إياه على أساس أنه شنو بس شوية يتحرك تعطيه طلقة وتقضي عليه. هناك نظرية اللي توجد حالة من الطبقية، تقول بأنه ناس طبقات، ناس مثلا مخلوقين من الذهب والفضة، ناس مخلوقين من البرونز، ناس مخلوقين من الفحم. هاي يعني نظرية الفلاسفة اليونانيين القدماء، الناس اللي مخلوقين من الذهب والفضة ذول الملوك والحكام والأمراء اللي يولدون في أفواههم ملاعق من ذهب. مسافر أخبار لندن، من ضمن الأخبار خبر أن ولد الملكة جابوا له ولد، ما أدري شو مات العقيقة بلي شر البلية ما يضحك على كله. يعني كان الخبر أنه ينتظر هو والدوقة مالت بريطانيا ينتظرون المولود الجديد. زين جاء على كله، ما أدري وش ندى أبو أشفى. صلوا على محمد وعلى محمد. فهذه طبقة هي طبقة الحكام والملوك والأمراء، وديك الفضة طبقة الوزراء والمستشارين وما إلى ذلك. طبقة البرونزية هذه طبقة الجنود وقواد الجيوش والمدافعين والمحامين وما إلى ذلك. طبقة الفحم هذه طبقة العبيد مساكين، هؤلاء ابتلوا أن الله سبحانه وتعالى خلقهم، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. رواية من آيات الله تبارك وتعالى شلون الإنسان جعلها، فوش سوى؟ خلاهم عبيد بعدها. يعني هو طب في الحقيقة استعبد، حتى البيض استعبدوا، الآن أيضا مستعبدين البيض، لكن العبيد بعد زادت طينتهم بلة أو بلة أنهم سودا. بينما رب العالمين أراد للناس أن يتعارفوا، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، صاحب الميزان على الله مقامه الشريف في مقابل النظرية الاجتماعية المعروفة أن الإنسان مدني بالطبع. الإنسان مدني بالطبع، يعني شو؟ إنسان اجتماعي بالطبع، يعيش مجتمع، يسوي مدن، يسوي كذا. يقول هو لا، مو صحيح هذه النظرية. الإنسان مستخدم بالطبع. يعني شنو مستخدم بالطبع؟ يعني الإنسان يريد واحد يخدمه، يريد واحد يخدمه. إذا يقدر يخلي الدنيا كلها تخدمة، تخدمة، يستعبدها، يسويها عبيد. إذا ما قدر يخليها تخدمة لكن بنوع من التعايش، لاحظ. يعني مثلا أنا أخلي المدرس يدرس، وأخلي الخباز يخبز، والمزارع يزارع، والمهندس هندس، وهكذا. بس أنا لأني أريد أستخدم الآخرين، ما أقدر أستخدمهم بالاستعباد، فصرت أستخدمهم بهذه الطريقة بالأجر. زين، نظرية مثلا، شوف هذه اللي أفرض تسوي طبقية. الآن أقول لك هاي النظرية الثانية،
نظرية مثلا تقول هو الإنسان مو شرير، بس الرجل مو شرير، المرأة شريرة. ولذلك كثير من الحضارات والثقافات ترى أن المرأة شيطان، وحتى يعني انعكس هذا على الأدبيات، إن النساء شياطين نعوذ بالله من شر الشياطين. سامحوني النسوان إذا يسمعون، ناقل الكفر ليس بكافر. لكن في مقابله أيضا شاعر آخر قال: إن النساء رياحين خلقنا لنا وكلنا يشتهي شم الرياحين، أو كذا. زين، هذا تجد حتى يعني في بعض الأدبيات الإسلامية، سواء كان في بعض الروايات مثلا أو في بعض مقولات الفلاسفة. أحد الفلاسفة، كبار الفلاسفة الإسلاميين الإمامية، يقول أنه هاي المرأة يعني هي في الحقيقة خلقت بهذا الشكل الجميل حتى يلهو بها الرجل، يستأنس بها الرجل، وإلا هي في حقيقتها أدون من الرتبة الإنسانية. إجمالا هذه الآن مجموعة يعني تصورات وتحليلات للطبيعة الإنسانية، اللي هي بين قوسين فلسفة التربية عند الفلسفات المختلفة والحضارات المختلفة. موجودة، الإخوة إذا يحبون راجعون. الآن البحث سهل، تعطي محرك البحث فلسفة التربية، فلسفة التربية عند اليونان، عند الهند، عند الصين، عند المسلمين، عند إلى آخره. زين، احنا خلى شوية نجول جولة في القرآن الكريم. البارحة قلت بأنه أنا لما أقول بأن عندنا تفسير تربوي، قلت هذا في أفقين: إما أنه أعرض ما عند البشر على القرآن وأشوف شو عند القرآن، أو أقف مع كل آية أشوف شنو فيها من الأبعاد والآفاق التربوية. زين، أنا الآن أجي إلى القرآن أقول لي البشر عندهم الشكل، أنت شنو عندك؟ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إذن الإنسان، كل بني آدم رجالا ونساء، بيضا أو سودا، ما عندي بعد ذهب وفضة لا. زين، بعد شنو عندك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. يعني يقول أنا تقييمي لهذا الإنسان أنه قابل لأن يكون بهذا المستوى العالي خليفة لله. زين، الملائكة ايش قالت؟ قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ولا أعلم. يعني كلامكم صحيح، أنا كلامي صحيح، كلامكم صحيح، كلامي أقول إني جاعل في الأرض خليفة، يعني عنده قابلية لأن يكون خليفة. كلامكم يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني عنده قابلية أن يكون سفاكا للدماء، مفسدا لها. فهو مختار، يبقى أنه يرجح أيهما، إن الله خلق الملائكة عقلا بلا شهوة، وخلق البهائم شهوة بلا عقل، وركب في هذا الإنسان شهوة وعقلا، فإن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة، أفضل من الملائكة، وإن غلبت شهوته عقله فهو أسوأ أدنى من أولئك كالأنعام، بل هم أضل، أولئك هم الكافرون الفاسقون. زين، بعد يقول له، نسأل القرآن بعد شنو عندك في فلسفة التربية؟ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها
وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. شلون يعني الآن هذين قالوا إحنا والله ما نقدر، الإنسان قال إيه أنا أقدر. يعني الآن افرض مثلا إحنا قلنا تعالوا نبغى واحد يدرس عقائد، واحد يدرس عقائد، المؤمنين كلهم خافوا وقالوا لا والله نخاف، إحنا نخاف لأن درس العقائد درس معقد، فيه شبهات، فيه مسائل عقلية وبرهانية، نخاف إن ما نوضحها عدل، إما الناس ما يفهمونها نخاف إحنا. زي ما حد قبل يدرس، جاء واحد مجنون قال أنا أدرس، نعطيه يصير نعطيه. هني شلون القرآن عجل يقول بأنه إنا عرضنا الأمانة، الأمانة يعني شنو؟ الأمانة يعني هذه النفس، هذه القدرات، العقل والروح والعين والأذن، هذه أمانات كلها، شلون أنا أرجعها؟ أرجعها مملوءة معاصي؟ جيد. فإذا يجي واحد مجنون يقول أنا بدرس عقائد، نعطيه درس العقائد؟ هاي الأمانة عرضت على السماوات، على الأراضين، على الجبال، قالوا إحنا ما نتحمل مسؤولية، ما نقدر. جاء الإنسان اللي يصفه القرآن بأنه جهول ظلوم وقال أنا أتحمل، هيعطي؟ لا، مو هذا القصد. القصد أنه هذا إذا كانت عند هذه القابلية، يعني قابلية الظلم الشديد، يعني عند قابلية العدل الشديد، هاي بعض الصفات يسمونها ملكة وعدم. ملكة وعدم يعني شنو؟ يعني هذا الجدار خونته ما يصير تصفه بأنه جاهل. ليش؟ لأنه الذي يوصف بالجهل هو الذي يوصف بالعلم. لها القابل لأن يتصف بالعلم هذا الذي يمكن أن تصفه بالجهل، أو مثلا القابل لأن يتصف بالصحة هو الذي تصفه بالمرض. ما تقول الجدار يمرض أو الجدار سليم، لا مو مريض، صاحي، غير قابل لهذا الوصف، يسمونها ملكة وعدم. يعني أنه الملكة والعدم لابد أن يوصف بهما شيء قابل للأمر الوجودي، يعني قابل للعلم حتى تصفه بالجهل، قابل للصحة حتى تصفه بعدم الصحة والمرض، قابل للعدل حتى تصفه بالظلم. فلذلك الآية لما تقول وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، يعني لأنه عند قابلية أن يكون عادلا شديد العدل وعالما شديد العلم أو عليما شديد العلم. فلذلك سواء هذه الآية والآية اللي قبلها كلتاهما تشيران إلى القابلية. فإذا رب العالمين يقول إنا هديناه النجدين، أو إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما قابل عند القابلية، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بعد شنو نورنا أكثر يا كتاب الله؟ هذا خلي يصير عندنا محاورة ويا القرآن الكريم. هذا النحو هو عبارة عن التفسير الموضوعي، هذا كتاب الله فاستنطقوه، ينطق بعضه ببعض، يصدق بعضه بعضا، يفسر بعضه بعضا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. عندهم يعني هم في عالم من العوالم الغيبية آمنوا وقبلوا بالميثاق وقبلوا بالعهد، هاي يسمونه مثلا عالم الميثاق أو عالم ألست، لأن الله قال له ألست بربكم، عالم ألست يسمونه. شهدنا، يقول لهم القرآن ترى هذا مسجل عليكم، أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون.
هذه أيضا إشارة فيها إلى أنكم تعال مو فقط قابلية، أنتم آمنتم وقبلتم الإيمان وقبلتم أن توالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من ضمن الأشياء التي أخذت في ذلك الميثاق موالاة النبي صلى الله عليه وآله، موالاة أهل بيته وبيعتهم. لاحظ في ذلك العالم قلتم شهدنا على أنفسنا. ولذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه في بيان الغرض والهدف من بعثة الأنبياء يقول: وواتر بين رسله، أرسل إليهم أنبياءه وواتر بين رسله. لماذا؟ ليستأذوهم ميثاق فطرته، هناك الميثاق اللي أخذه، حتى يأخذون عليهم ماذا؟ أداء هذا الميثاق، ليستأذوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته ويثيروا لهم دفائن العقول. بينما هؤلاء جاءوا وأنكروا، جاءوا وقتلوا الأنبياء وأبناء الأنبياء، ولم يكتفوا بالقتل ولم يكتفوا بالتمثيل ولم يكتفوا بالسبي، أخذت عائلة الحسين من بلد إلى بلد، يعني تغلل. يقول الإمام زين العابدين: بأبي وأمي كانت الجامعة في عنقي. جامعة هي التي تجمع اليدين إلى العنق، في رجليه وفي يديه وفي عنقه، والحبل أيضا في رقبته. يقول: الحبل ممدود من رقبتي إلى رقبة عمتي زينب، عماتي، أخواتي، ها؟ بنات النبوة والرسالة. وهذا حالنا، أصبحت العرب تفتخر على العجم بأن محمدا منها، وأصبحت قريش تفتخر على بقية القبائل أن محمدا منها، وأصبحنا أهل بيته نساق كما يساق ديلا كما يساق الأسار. وكأن العقيلة بأبي وأمي ما تزودت من وداع إخوتها، لما أن أدنيت لهم تلك النياق العجف وأرادوا أن يخرجوهن من الكوفة إلى الشام، وجهت وجهها إلى جهة كربلاء، ولسان الحال: يا حسين حاد يضعون عزم على الشيل، ومن الصبح دنوا لنا النوق المهازيل، ما شوفنا يا حسين غير جبال. الله يساعد قلبك سيدتي، تترادف قبالي يا أخويا مثل الغيوم، ومن حنة الأيتام صرت بحال ميشوم، وإحنا حرم تدرون ما نسلك بلك فيه. أبو علي كيف الحريم بغير والي تقطع البيت، والشام يا ابن أمي علينا دربه بعيد، ومشي الحريم بليل فوق الهز المشيد، ولو عثرة النوق الهوادج لازم تميل. تقله بعد سكينة العزيزة أبو علي، تقله ومحمل سكينة لو تزلزل من يجيله، ولو طاح من عدنا طفل ياه وليشي، وحاهد الضعن ترويعنا يبريد غليلة، وهالبر لك شر ما تقطع الا رجاجي. اسمع أبا عبد الله أبو علي، اسمع بعض مصائبي أختك، وحرق الخيم يا حسين ما خلى لنا حال، وحريمكم ذوب قلبها فقد الرجال، والله ما ظل لنا جلد لركوب لجمال، ما غمضت عينيه ولا ساعة من الله. لا
لكن يردون نسافر يا بعد أهلي ونخليك، يا ليت من قبل السفر نقعد نواري هذا الفراق وين يا ابن أمي. لا تقول خلتني العزيزة بغير تغسي، أبو علي لا تقول عني سافرا وما ود، وشالوا خواتي وللقبر ما شيء، أني يا ليتهم وياك بالبريت، ولا روح حسرة ميسرة فوق المهاس. تقل لأخويا لا تقول ما عندك مروة، ولا تقول ضيعت الأخوة، أني ما خذتني حسين قوة، شوف الشمر بي ايش سوى، صوت علمتوني تلوى، هي صوت علمتوني تلوى، أيسوقها زجر بضرب متونها، والشمر يحدوها بسب أبي، عجبا لها بالأمس أنت تصونها، واليوم آل أمية. اللهم إنا نعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عنا شهر